الثمانية واربعتاش دقيقة على أمواج إفام. أحلى راديو، أحلى راديو هي على قلوبنا، أحلى راديو للمستمعين. في قلوبنا مش على قلوبنا. في قلوبنا؟ لا، على قلوبنا تتفهم بالغلط. في قلوبنا قريبة من قلوب الناس. باهي دكور. ونحيي قلوب على قلوبنا وفي قلوبنا وراء قلوبنا وعند الحماس. قال أحلى على قلبي من العسل. أحلى على قلبي من العسل. ولا هاو هاي هذيك وي وي. ها والشباب فاهم واللي تقال زاد اللي في القلب في القلب واللي في القلب اللي في القلب في القلب بركونتر عندك كونوتاسيون لا امبيفالونت تجي على الاثنين باه مثلا 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 حاتم تجي زوجته تقول له حاتم الكبر شما قلتليش اللي انت تحبني يقول لها اللي في القلب في القلب و صارت هذه متاكد انه صارت تذكر ولا يعمل لي في مشاكل وبعدين هكا استنى قضي الوقت لي توصل في غالي اللي في القلب في القلب عن بعد جاء وقت باش نحكيو على جات اسيرونس. جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. غسره وتعدي لمده 100 يوم ينعم 100 يوم. جات اسيرونس حاب تدلل الحرفيه نتاعها اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتيف لمده 5 سنين ولا اكثر وتهدي لهم كارت كاربيرو اجيليس بقيمه 500 دينار. التيراج وصار عملته جات اسيرونس بحضور عادل منفذ والرابحه معنا اليوم السيده ساسية عقربي اللي حاضره معنا بالتليفون. صباح الخير مدام ساسية. بونجور. مرحبا بكم. عسلامة. سافا؟ عسلامة يعيشك الحمد لله. ما فايقنيكش؟ سافا انتم؟ لا لا ديما فايقة يعني مع الفايقين. هاي بي هذي حاجة تسعدنا جدا. تعرفوا عليك أكثر، أنت منين مدام؟ حمام سوسة. حمام سوسة. اش تعمل في الدنيا؟ نخدم بيس وتو. تخدم بيس وتو؟ مش انت بيس وتو معناها كونسوار ليه؟ ما نشد شويه حسابات في البيس وتو. تخدم في البيس وتو اون جينيرال مش اوتو معينه؟ لا لا دونك معناها بوتيك نتاع بيس وتو. داكوغ فهمنا. معناها شنو معناها تخدم في خدمه لبيس وتو دونك تستحفظ على البيس وتو دونك ما تعملش دي زاكسيدون بالطبيعه؟ لا اكيد هكاك خاطر تعرف البيس على سيارتك اكثر باش ما تعملش اكسيدونات باش ما تعملش ونمنعوا من نزيف العمله الصعبه اللي نوردوا فيها في البيس دو روشونج. هذا هو نحاول قدر الامكان نشجعوا زاد السلعه التونسيه نتاعنا. عندنا سلعة تونسية فيها عندنا شوية كليميتاسيون شوية هكا نتاع زعما هكاك ادابتابل ادابتابل هذوكم ادابتابل ادابتابل. انت دوريجين لي بيس الكل كل نحاولوا شوية منا وشوية منا. باهي مدام ساسية انت ياسوري عند لاجونس احمد الاحوار في حمام سوسة. قداش عندك مع الجات؟ عندي بريسك اكثر من 10 سنين. اكثر من 10 10 معناها اي 10 بيه مالا فرحانه بيهم دونك ما نقول والله الحمد لله الحق ما بقيتش معهم حتى مشكله حد لحد الان هو نكملوا هكا. هو بيناتنا معناها انت تتسمى معناها حريفه مثاليه ما تعملش ديزاكسيدون ديما عندك لي بونيوس نتاعك ما عندكش مالوس ودونك جو بونس اللي العلاقه باهيه اون بليس عندك لي بيس دو روشونج معناها تنجم تتمنع من لاسيروس وتروح بالخدمه للدار. عرفتك اللي يروح بشويه ترومبون ورام بابي تروح تروح في البروكات تروح بعجله قال شو عندي خدمه في الدار. باهي دونك مدام ساسي على خاطرك سائقه مثاليه جات اسيرونس حابه تفرح بيك وتهدي لك كارت كاربيرون اجيليس بقيمه 500 دينار. شكرا لكم مبروك يعطيكم الصحه ميرسي عايشكم والله عايشك يا مدام اليوم عيد ميلادي ذي احسن كادو عيد ميلادك ملا جويوز انيفيرسير شنو كادو هذا 500 ليكيد هذوما ليكيد طول كارت كل شيء يريحونا فتره باهيه راهو فتره باهيه 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 سورتو هالايامات جاو في وقتهم هذاك مبروك عليك دونك مدام لاكارت اجيليس اللي بالنسبه للبروفيسيونيل اللي نجم بالكارت اجيليس يفكسي لي بلافون دو كونسوماسيون نتاعو باغ شوفور باغ ترانزاكسيون اي باغ جور. مبروك عليك مره اخرى مدام ساسية. جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. كانت هذه جات اسيرونس وزاد نتمنيو لسلمى هليل لعيد ميلاد سعيد. لمتهم الكل فرد جمعي عندها حوسه انا ما نقولوش الباقي ما نحكيوش اما تحيه لها ان شاء الله يوميتها الكل فرح ان شاء الله وهي تستاهل كل افراح. يا ودي قلنا ما نشلقوش علاش هو هو فما واحد يزغرت في عيد ميلاد فما واحد يزغرت في عيد ميلاد بالحق في عيد ميلاد عندنا كم تاع اسمه
اي نزل يا جميل الساحه هذيك هذيك اللي من الناس قداش يخضروها هذيك قداش يخضروا رتبيل قداش تغني بحضور الفا راهو عندها دي تالون كاشي الفا غادي نشد الكيميسيون كامله تغني اقوى 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 حاجه تجيب دي دروا في تاريخ الغناء طلعنا هي الغنيه في صح في صح في حاجه بسيطه وتاع صغار وتحط في العيد ميلاديات لا دوز دي كانغ من اكثر الحاجات كي تجيب دي دروا دوتور وكيساتنا يجيبوا دي دروا نيت بول 30 0 18000 سويفر فوتر سبيسياليست دو لا فاكتوراسيون اون ليني فقت ولا مازلت صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى ماتينال فايقين مع نضال مازلنا فايقين ومازلنا ناشطين والناس اللي ماشيه تخدم نصبحوا الناس الكل اللي ماشي يخدم ماشي يقرا بون دارهم دخلوا اللي يقرا البارح امبوتياج كبير البارح فما حاجه غريبه فما وقفوا من عرش طريق المرسى سي طريق المرسى انا البارح قعدت ساعه غير ربع كيفاش بديت العمليه انا شفت تصاور بعدش رصات لي دور جي كونتورني لاك الكل معني معنيش لا فما تصاور هبطناهم نحن في الباج نتاع اي اف ام اما كيفاش بديت ما نعرفش يمكن عبيد اعتصموا الناس سكرت كيس خاطر زاد فما كرهبت بوليسيه كيفاش عرفوا لي الكاميونه هذيك السومي رومورك هذاك فيها اوكي نيدي ما عندي حتى فكره معني فما حلقه مفقوده في هذه خدمناش خدمتنا الصحفيه لانه احنا حقنا نعطيو الاجابات للناس لكن فما سومي رومورك وقف ولا توقف في طريق المرسى وداروا به العباد وصارت فوضى يظهر لي هز سميد وهز حاجتك حسيرو فما دي صور انا من توا خايف نعودوا نراوهم ديما باهي نقعدوا في نقفلوا مع رئيس الجمهوريه البارحه في استقباله لمدام نجله بودن قرر رئيس الجمهوريه فتح الانترنت دون مقابل لتمكين مواطنين من مشاركه في الاستشاره باش تقعد محلول حتى نهار الاحد القادم جيماجين لحد نص الليل هل هذا باش يشجع العبيد الاقبال معناها حاسس اللي لي روسيت الكل ما كل يوم يلزم يرقى فكره خلي نجاوب اول خبر ساعات شو معناها الانترنت بدون مقابل في تونس ما ثماش انترنت بدون مقابل فما شركات فما دي زوبيراتور نعرفوهم من غير ما نعاون بوليسيتي معروفين معناها تونيزي تيليكوم واريد اورانج بخلف هذوما لي زوبيراتور جدد من نوع بوك واخرين باه هذوك سي دي فورنيسور داكسيس ما في باه من غير ما ندخل في التفاصيل باه هذوما شو معناها انت باش تعطي الانترنت من دون مقابل فماش انترنت من دون مقابل فما الا اذا كانت الدوله باش تدفع لهم باش مثلا الكوارت اللي يخليو الناس يشريو دي ميجا باش يعملوا كونيكسيون يتباعوا غراتويتمون دونك هذه فيها تكلفه دونك هذه ديجا جنرال فهموا اسكو تكنيكمون ينجموا هما مثلا كي تدخل السيت هذاك مي بون الا اذا كان يتعامل اذا كان فما اتفاق مع الدوله مع العلم انه فما واحد من لي زوبيراتور من غير ما نسميه اللي الدوله عملت له اشكال كبير في حكايه تاع تنصت وكل يذنوبي كان الاوبيراتور هذاك باش يقبل مش الدولة بإعاز من الدولة بتعاون مع الدولة المخابرات العسكرية قالوا اللي الخبر هذاك وتونيزي تيليكوم ما حتى تونيزي تيليكوم ما هيش متاع الدولة 100% اي تونيزي تيليكوم فيها مجلس إدارة وعندها دونك هذي تقنيا هذي جانب التقنية لا ما هذا جانب مهم خلق جانب التقنية بارح دونك في الاجتماعات نجيب. في الغرف المظلمة نجيب عنده المعلومات قررته يا سي نجيب الشركات هذية مش مستفيدة من تونس مش تخدم في تونس كي تسيب شويه جيجاوات للعباد المشكلاويين باش تحثهم على الاستشاره معناتها وين الاشكال هذو شركات مستفيدين من تونس دونك فما اتفاقيه معناها في بالضروره يلزمهم يعاونوا تونس اليوم فما كيفاه لا من تكنيكمون كيفاش فوالا تقنيا كيفاش خاطر انت عندك تليفون تو اكتيف ال 4 جي تشري دي فورفي مثلا ولا عندك ابونمون تتسيب في المحلول فماش باتفاق مع الواحد هنا سا امبليك انه المواطن يكون عنده سمارت فون الشيء اللي ليه ابار سا معناها انا جو بونس اما في الويفي اما في الجار معناها الويفي ما نجم سايب لك واي فاي الا اذا ما انت عندك ان روتور واي فاي وما دام انت عندك ان روتور واي فاي سيكو ديجا مخلص معناها ماكش مش تعطيني الانترنت بلاش فاهم السمارت فون يمكن تليفوني سمارت نحكيو على يمكن زاد محدد مثلا عندك 1 جيجا بلاش ولا بيتيت تكنيكمون ماشي واضح الكل عنده سمارت اما فما حاجه اخرى ابار هذي الكل هل
الانترنت. انت مثلا شاب تونسي لم تشارك اونكور في دور الكليكتي، انت امراه تونسيه لانه نسبه المشاركه كاري اقل من 30%. نحن ناخذ شاب تونسي امراه تونسيه حاجه اخرى ذيك انوت هونغ. عندك جيجاويت حتى نهار لحد بليش باش تعمل كاني ما غير ما تسمينا لي سيت اللي تمشيلهم. انا هنا مقتنع بالاستشاره باش نعملها، كاني مانيش مقتنع بالاستشاره مش يبدل حتى شيء، بالعكس نقول ميرسي على جيجاويت ونتعدى وكهو زقفونا. معناها حكيت انه تسيب لي جيجاويت بليش مش باش تبدل برشا حاجات. الاستشاره الوطنيه اللي عملها رئيس الجمهوريه فيها على التعليم على الصحه على يودي معاك مش غادي كيفاش تحث الناس باش يشاركوا في الهدية الحاجه اللي فيها كل شيء، على التعليم على الصحه على النقل على النظام السياسي على كل ما يعني شعب تونسي. راهو يا مواطنين مش بالضروره تجاوب على الاسئله الكل، مش بالضروره تعطي تصورك للتعليم وللصحه وللنقل. تنجم انت عندك مشاكل وللفلاح، راهو تنجم انت كفلاح تعطي تصورك للفلاح، انت كطبيب كممرض كذا تعطي تصورك للصحه، انت كل واحد يعطي تصوره في الدومين اللي حب يعطي فيه التصور. معناتها مش بالضروره تجاوب على اسئله تتصور. نحن لوفا مارس قاعد يقترب، ولهذا يلزم المواطنين زاد المرأة في تاريخ العالم، معناتها من اول تجارب يلزم زاد المواطنين. ما فما تجارب صاروا في الامريكا هالمنوئين اللي شوهوا في الاستشاره واللي يشوهوا في الاستشاره واللي ما تركاش على الاستشاره الوطنيه هذه باش تصور. والله اوزن نجيب مانيش قاعد نسمع برشا عبيد تشيطن في فما عبيد يقول لك انا مانيش باش نشارك، فما اللي خايف على المعطيات الشخصيه، فما اللي يقول لك اكوا ساسير. ما فماش شيطنا بالمعنى جاو الاخبار اعلامي قبل 25 جويلي اش بيني انا؟ يا انت اعلامي تبع في شان الاعلام في مقبل 7 نوفمبر من عام 86 في الاعلام التونسي فما حمله لدعم الاستشاره الوطنيه كما قبل حمله بن علي كما مثال. تعرفش علاش نجاوبك في 10 ثواني ونمشيو للسينما خاطر مش خاطر عيد ميلادها باش نقدموا لها دقيقه من عمرها. شنو السؤال؟ نجاوب عليه من بعد نمشيو للسينما والله نسيت. 8:35 دقيقة على اي اف ام. قبل ما نمشيو للترندينغ مع انيسة فيسع عن اخبار فيسع فيسع. البارح عيد حقوق يوم العالمي المرأة ماهوش عيد، يوم العالمي لحقوق المرأة مش للمرأة. البارح ملموسة سمعتها في انترفيو مع الياس الغربي تقول 7000 اشعار بالعنف ضد النساء 2021. جو بونس انا اكثر من 7000 فوفهم بالالاف من القضايا، والقضايا نو فون با جوسكو بو. فما اوكي فما 7000 مشاو شكاو شوف قداش ايماجين اللي دخلوا فيها جماعه كيفاش هي عيطوا لهم الحومه ليك اللي دخلوا بالحسنه ولا حزيزه. المفاوضه الساميه لحقوق الانسان قالوا نحن قلقون لتواصل تعليق عمل البرلمان في تونس. قلقون نجيب جيب فرهدهم نجيب قلقون منزعجون ومش قلقون للي قاعد يصير في فلسطين واللي قاعد يصير في سوريا واللي قاعد يصير في العراق. قلقون لأن ماشيين نحو تحرير وطني. ما عنده علاش هي قلقون ميشيل باشلي ذي في كلمة قلقون لأن الشعب التونسي أعطى رأيه ورئيس الجمهورية لبى نداء الشعب التونسي. ما منش هي قلقون قال هو عليه هو هو برك نعاودوا نرجعوا لنفس النقطه. الرئيس ما حلش البرلمان، وقت الرئيس يحل البرلمان وقت تولي محل قلق. عميد المحامين البارح قال ان احنا ضد محاكمه المدنيين في المحاكم العسكريه، لكن الكيلاني اراد تسجيل هدف سياسي اللي هو تقريب كلام صحيح توصيف اسمه. وسي ابراهيم بودربيله مش عام في السياسه زعما؟ سي ابراهيم بودربيله هذا مش بونتو سياسي ماركيه؟ ان توكا سي ابراهيم بودربيله نجم نقولوا طب باش نحكيوا سياسه سياسويه صلب المحامين يبدو لي فقد نسبه كبيره من المصداقيه نتاعو لانه التقرب من رئيس الجمهوريه كان عنده هدف وانه المجلس الاعلى للقضاء يكون فيه محامي لكن رئيس الجمهوريه في الاخر فاجأ الجميع ولم يحقش محامين. اول المحامين اليوم غاضبين جدا على صحيح جزء من المحامين غاضبين مش المحامين غاضبين لا جزء من المحامين غاضبين. هو زاد راهو حتى تاريخ ابراهيم بودربيله يشفع له. هو تاريخ ابراهيم بودربيله من اللي كان في الجامعه التونسيه كان ناشط كان بعثي كان حقوقي. ابراهيم بودربيله من اول بعثي ماهيش كاليتي لا هي حقوقي. راهو ابراهيم بودربيله معناتها مش انسان نكي فما عميد المحامين ما يحبش يوظف
قطاع المحاماة لا جند سياسي عمل شوية معينة. عمل شوية سياسة وتحرقت جوية حتى حتى المحامية زاد نحن ديما القضاة القضاة في الواجهة وديما السلاح حتى المحامين زاد مش ناقصين فما دويلب وفما تعربين وفما برشا حاجات يا ولدي صحيح أكثر من القضاة أحيانا من خاص هاي نمشي الأنيسة مكشيح باللبسة وكر الفساد الكبير هكذا مكشيح نعرف هنا تيك توكيت هذوك نعرف تيك توكيت هي 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 راهي معناه الناس اللي ما يعرفوش واللي قاعدين يتفرجوا في أنيسة توا راهي عندها بالانسي دونك تمشي تصطاد السردين خاطر القمره بعد تجي من البالانسي طول باللبسه البنفسجيه وين كنت تقبل 14 تريندينغ نبدأ ولا تريندينغ بخبر نسوقوه بكل تحفظ لأنه إلى حد الآن ما هوش رسمي والخبر يقول أنه الاتحاد الدولي للكرة الطائرة رشح المنتخب التونسي لتعويض المنتخب الروسي في منافسات الدوري العالمي اللي ينطلق في جوان 2022 في البرازيل بعد العقوبات المسلطة من الاتحاد الدولي للعبة على المنتخبات والفرق الروسية على خلفية الحرب اللي شنتها روسيا على أوكرانيا حسب مصادر خاصة لراديو شمس فام. تعليقات التوانسة كانت مصائب قوم عند قوم فوائد. تعليق آخر يقول سيبوا علينا من المشاكل احنا حائرين في كيلو سميد خلي ندخلوا في تعويض روسيا اقسم بالله ما نوليو احنا سميد متاع روسيا. فما اللي قال دخلنا في الطبعة مع بوتين. فما زادش كون كتب من دول العالم الكل ما اخترتوا كان تونس اي خليونا رايضين فك علينا من المشاكل كبوسة فوشيكا تحكم فينا مناش قد قنابل بوتين ونوفى بالكومنتير اللي يقولوا نحن نرفضوا ليلي تسييس الرياضة. نقطة الأولانية بالحق هذا قرار سياسي لأنك غدوة مش تعوض روسيا ما هيش سهل روسيا بلوس من الفرق المحترمة جدا في كرة الطائرة. النقطة الثانية والإشكال هذي رياضي بحت ورياضي وقانوني وإداري هو أنه فما خلاف كبير ما بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة الطائرة والجامعة الدولية للكرة لأنه الوزارة حابت تحل فكرة عندها 6 شهور متاع الجامعة التونسية لكرة الفولي والجامعة الدولية الكرة الطائرة دخلت وقالت لو كان سياسة ولا وزارة الشباب والرياضة تتدخل في مسألة الفيدراسيون نتاعنا نتاع البولية راهي تونس باش تتعاقب وتغيب على معناها يرشحوا فريق فيلس. هو أحسن حاجة كانوا يقول أحسن حاجة ندعو بكر ملحد إي ولا تعرفش نعملوا هذايا ثمارة معناها كمال دقيش كي تعمل ثمار ما شكون ليه مو خاطر باش تفهم ما تفهمش برومي دوغري سي كمال حل الجامعة التونسية للكرة الطائرة ومنع العبيد الكل خلي ناخذ ولا مش نعوضوا هو هو الاشكال استنى فما خبر خاطر هذا الكل وراء الخلفية السياسية. فلاديمير بوتين تكلم وخرج قائمة ريتها في البلدان موجودين. اللي اعتبرها ضد روسيا مانيش موجودين اللي بي أستيل على روسيا هذا باش تولي القائمة السوداء نتاع بوتين فك علينا ندخلوا في القائمة السوداء بتاع هو الأول الإشكال أنا اللي كان في صورة ما ينهزوا بطولة العالم يعني في الفولي هي هل تعتبر شرعية ولا هو دبر مستحيل باش ينهزوا بطولة احنا سيحات مشارك لامبوسيبل لي با تونيزيان شاركنا في كأس العالم في بلغاريا وإيطاليا لعبنا 7 ماتشات ما ربحنا حتى 6 بربي خليني ساكت تحية الإشكال هو الفوليها سينا كوب دافريك وكل في نيفو مونديال بعد ياسر الإشكال ها بون كانت عندنا كيف مش خايبة مع السنوات حتى على مستوى الإفريقي ما أوني بلو بيرفورمون كيما قبل ليه هزينا أوني شامبيون دافريك ما عادش أوني دومينو كيما قبل أما الإشكال هل عندنا الحق نرفضه إلا ليه على خاطر تنجم ترفض أنت خلال الجامعة الدولية نحن تتفصل للزيل الأخبار دي سي 24 ساعة معناها يجيونا الأخبار نمشي والتصريح المندوب الجهوي للفلاحة في نابل حمزة البحري اللي قال انه اسوام الفريز تشهد ارتفاع في الفترة هذه لكنها باش تتراجع في ذروة مع ذروة الانتاج اللي باش تكون في شهر رمضان وين يتوقع انتاج 12000 طرناطة وقال ان شاء الله في رمضان ناكلوا برشا فريز شيخو فريز التوانسة علقوا قالوا في رمضان كان عشنا شربة بالفريز بريك بالفريز سلطة بالفريز وسحور مسفوف بالفريز ونكملوا رمضان كان احنا حمر منكتين تعليق آخر يقول هلو كيتين ولي ولكن تعليق آخر يقول يبشروا بالخير الحق كنا متقلقين ياسر وتوا تهنينا خاطر احنا كل شيء كامل عنا من قصنا كان الفريز. فما اللي قال كل شيء مفقود كان الفريز موجود بقدرة ربي لباس. فما زاد شكون اكتب مناقص المشنوق كان ماكلت الفريز.
يا ودي انا جيت سور يعني ملي تقراني في الخبر تعليق في مخي الا خبر برك في لافينو شبيه الفريز مال ليز هذاك باش تولي يدو يدخو على بعض الخبر اخر طوله عندك تعليق على الفريز الفريز مثلا انت تفاح وقارص انت خرجوك من القوارص خرجوك من القوارص تضيع مراد صغير مسألة مهمة جدا مهمة. الفريز بالنسبة لا تذكير فقط راهو من أسباب المشاكل اللي نعيشوا فيها في تونس اللي مش في تونس برك لمحل إشكال عالمي الناس تحب تأكل كل شيء في الأربع فصول راهو هذا إشكال عالمي كنا نحكيه قبلك مع خالد نحكيه على الفريجوات كان تونس تعمل حاجة إيكولوجية وبيولوجية راهو نورمال مو طماطم تستهلكها 5 شهر في العام وكاو الفريجوات خلي توانسة ما استنسنا يا مراد إيه ريت الشكشوكة الشكشوكة كانت مثلا طبق العبد صيف. الكل تك 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 كنا في الصيف انا نفكر معني ليه وكنا نشيحوا طماطم انا خلطت على معناها ماماتي تشيح الطماطم نشيحوا الفلفل معناها فما خاطر الفرويد دو سيزون انا بالحق الطماطم اللي مات فبلاش مطعم معناها كي الطماطم كي الفقوس عندك البسبيس انا جو غتخوف بليو البسبيس البسبيس نتاعنا ما عادش فيه وحكي قبل معناها بتدخل البذور اللي يجيبوا فيها ما حاجه خاطر ما عادش نجم تفرق حتى في وسط معناها كي يبدا الطماطم في السيزون نتاعها سنغينا ما عادش نجم تفرق ما بين الطماطم اللي من السيزون ولا الطماطم اللي من الفريجو فهمت خاطر دخلت بعضها نواصلوا ترندينج بزيارة ويلي بن عروس اللاعب صابر بن خليفة في الكلينيك بعد ما تعرض لإصابة خطيرة صابر خليفة تعرفوني أمور كرة وأسامي اللاعب صائم لقيتها مكتوبة بن خليفة علي عروض يعيطولوا صابر ولد خليفة لا ما عندوش حد صابر خليفة في الكلينيك بعد ما تعرض لإصابة خطيرة نهار السبت في المباراة بين نادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي في الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس باش يطمئن على صحته هنيه بنجاح العملية التوانسة علقوا قالوا إن شاء الله يطل على المرضى في بن عروس والياسمينات ويشوف الأوضاع المزرية تعليق آخر يقول هو ربي يشفيه أما فما ناس أولى مثل زيارات هذه ناس تعاني الخصاصة تعاني التهميش والكلهم في حدود ولايتك كما فما مشاريع راقدة وحفر ومقاطع سكة حديدية بحاجة أكيدة ومستعجلة للصيانة فما اللي قال فرد مرة أحكي له على الاستشارة الوطنية عاد فما زاد شكون كتب إنجازات كبيرة السيد فاضي شغل يعمل في زيارة باسم الدولة توا هذا شخص محل ثقة حط الرئيس باش يخدم الجهة التوا محلش ربع مشكل في الولاية ونوفها بالكومنتير اللي يقول أكا هون عديوها تصاور والخدمة ربي يجي بو ولي بن علوس بن علوس ولي بن عروس عنده برشا معناها مهتم ياسر بصفحته مهتم ياسر رينا مثلا حكيت الكمين اللي ثبت في الفاتورات نتاعهم فما سيمين زاد فما كميون مقرونة ومنعرفش بو اسكو هذايا سياسيا معناها جو سي با والله صابر خليفة خاطر تضرب في بن عروس هي الكلينيك صابر خليفة تضرب في رادس بن عروس دونك اسمع الزياره تضرب قدام يمكن ممكن كلوبيست هو زياره دوله فما حد شيء يشير انها زياره سي با مش مش زياره دوله سي با مش تعليق فيها شويه تقرقي شيء من افضل الولايات اللي يتحركوا في تونس هو بسير مدام يدا للاستشاره الوطنيه وجاب وجاب يتحرك برشا يتحرك برشا وجاب انجازات لصالح بن عروس وشبيبه من ولاد اما الكوش فارغه في تسكرت في لانه عاملين عليه كومبلو عاملين عليه كومبلو عاملين عليه كومبلو وهذيك هي الكومبلو اللي عاملينها في الدولة الكل نفس العصابات بتاعتي في التعليمات لبعضها ولي يتحرك برشا ويعطيه الصحة عزدين وبون كوراج معناتها ويمشي لصابر خليف أولا أول مرة الجمهور يرجع للرادس سيبيان باش يمشي والي الجهة باش يمشي طول على جوار في كلينيك المشكلة وين أنا الإشكال مع السيد نجيب معناها في ولا عندك لحظة عندك مع إشكال في ولا لحظة تحمل المسؤولية للمسؤول معناها رئيس جمهورية خلينا نكمل الجملة رئيس جمهورية الاستشارة فشلت على خاطر الأخرين ويش بن عروس الاستشارة ما تبعش مورد الزغيد على خاطر انت فشلت خالد انت ولد باهي حتى التوى الاستشارة فشلت الاستشارة سوف تنجح تحمل المسؤولية الاستشارة سوف تنجح المسؤولية ولو شوية ميسيش فما مناوئين ما يحبوش اللي بتتصلعش فما مسؤولين ما خدموش خدمتهم أهم حاجة في الخبر مراد الإصابة متاع صبر قول فما خوف من نهاية كارير فما خوف ضربة خايبة ضربة خايبة في العمر ضربة خايبة كما معناها تقريبا تول بش يعاود العظم يرجع لبلاست وبش يعمل ريديوكاسيون في العمر نتاعه سورتو في عمر متقدم نوعا ما أما مع صابر كل شيء ممكن كل شيء لأنه إنسان استثنائي بالحق الكلمة مستهلكة أما معناها شخص استثنائي
نفسانيا وبدنيا واخلاقيا ورياضيا والامباكت نتاعو على الكلوب مهم جدا. البارح قلت البارح ظهر لي ريت اريكسون رجع يلعب اريكسون رجع يلعب في بطوله انجلترا في بطوله هو ذيك مشكله اخرى يعني في القوانين تختلف. البروتوكول الطبي الانجليزي مش كيما البروتوكول الطبي الايطالي. دونك هو كان عنده العقد مع الانتر لكن اللجنه الطبيه نتاع الرابطه الايطاليه لكره القدم خذيت التقرير الطبي قالت احنا باللي صار له ما نجمش يلعب. بروتوكول طبي الانجليزي قبل وصح اريكسن في نادي من البريمير ليج. يبدو لي انه خطوه فيها مخترا ياسر. نمشي وفاصل ونكملوا. مازال عندك اخبار ترانديك؟ نمشي وفاصل. خليلوفسكي فايقين اش مازالوا درجين قداش مازالكم خبر بربر باهي اعطي الاخبار. عندي انا زوز اخبار باش ننافسك في التريندينغ. هاي فازي ونوفيو بالخبر هذا نختمو على رواحنا. نختمو التريندينغ باعلان وزيره الشؤون الثقافيه انه باش يتم تشييد مشروع المتحف الوطني للثوره التونسيه في سيدي بوزيد بكلفه جمليه تتقدر ب 20 مليار و 300 الف دينار. وقالت انه هو حاليا في مرحله الدراسات. تعليقات التوانسه كانت هكا: علاش متحف؟ اعملوا مصانع وخدموا الناس خير. تعليق اخر يقول: البلاد تبقبق واحنا نبنيو في المتاحف. فما اللي قال متحف ب 20 مليار، علاش باش ترجعوا حنابعل من قبره وتعينوه مدير المتحف ولا كيفاش؟ فما زاد شكون كتب ناس تفك في السميد وانتم تحكيوا على متحف بالمليارات، شنو التناقض هذا؟ ونوفى بالكومنتير اللي يقول 20 مليار يعطيهم لزويولة احسن الناس على حافة الجوع. ديما عندنا ديرا كرسي 20 مليار اعطيهم، ما ديما كلمة اعطي ما فهميش ما فهم ما فهم ما عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في منظومة تفكيرنا. معناها يستنى في الإعانة، قاعد مبنك حتى يدبر خدمة مسمار في حيط، أربع كعبيت ما نعرفش اسكو جو سوي هكا. معناها يا أخي أنا نذكروا كمان للناس اللي تسمع 20 مليار في ميزانية نتاع الدولة حكاية فيها. معناها الدولة التونسية نتاعها 58 ألف مليار. أنا شخصيا كنت تسألني كل ما عنده علاقة مع الذاكرة نعتبره شيء إيجابي ونشجعه، لأنه إحنا حضارة وبلاد بلاش ذاكرة، عنا إشكال كبير مع ذاكرتنا القريبة والبعيدة. مانيش متصالحين مع تاريخنا، تاريخنا ما عودناش ما ثم حتى مشكل وأنه تصير غادي. كان بعد كان ندخله في تفاصيل إن شاء الله ما تكونش هذية مشروع، يكون مشروع الدولة ما يكونش مشروع سياسي، لأنه ثورة ماهيش ملك حتى حد، وزادة ما يلزمش ندخله في الثورة ناس ما شاركتش في الثورة باش نكون واضحين. الحاجة الثانية كذلك ردوا بالنا على التركيز على سيدي بوزيد، لأنه راهو سقوط نظام بن علي ما صارش كان في سيدي بوزيد. الرمزية متاع سيدي بوزيد ما ينقشها حتى حد، ولكن راهو انهيار نظام بن علي كان ثمرة لنضالات سابقة لعدة ناس لعدة أطراف ولعدة جهات كذلك. ما عندي حتى اشكال وانه تصير في سيدي بوزيد. بديت 17 ديسمبر من سيدي بوزيد لا ما فماش اشكال، 14 جانفي انقلبوا عليها وغاروا عليها، على ذاك وقع تصحيح التاريخ الحقيقي لاندلاع الثوره التونسيه 17 ديسمبر. هذا يعني على ذاك هو باش يعملوا متحف وقت الشعار شغل حريه كرامه وطنيه. مع العلم انه النقاش هذايا كذلك مراش علاش ما ياخذوهوش المؤرخين. هذا اسمه تسييس القضية. رئيس الجمهورية ديجا استحوذ على الذاكرة متاعنا. نحب نذكر كمان وأنه رئيس الجمهورية منع الناس باش تحتفل نهار 14 جانفي منع الناس 17 ديسمبر. لا لا ما تنجمش الثورة الحقيقيين اللي يمنوا بثورة 17 ديسمبر. انتم تخونوا في العبيد 14 جانفي انقلاب قبل ما تزين قبل ما تولي لها انقلاب اشي مش صحيح. هذا كلام الرئيس، هذا بروباغندا نتاع الرئيس، لانه الرئيس ما كانش موجود قبل 14 جانفي. معناتها واللي عمره 17 تو مش من حقه يحتفل بثورة التونسية ويحتفل كما يحب هو. 14 جانفي تاريخ التوانسة خرجوا فيه للشارع، ما ينجمش يقول هي الثورة راهو يا مراد باش المواطنين تفهم راهو 14 جانفي مشى بن علي من بعد نح اول رئيس حكومه بعد الغنوشي هو باش قد سمس هو النظام القديم. ليش هو المشكله؟ هذاك هذاك تاريخ تونس اهم 17 14 يصلحش التاريخ. اش معناه تصلحوا التاريخ؟ كيفاش تصلح التاريخ؟ مراجعه هذه اسمع الوقت الوقت الوقت, الوقت, الوقت هو اللي باش يكون معناه يصلحنا التاريخ. اشوفها عبر التاريخ يا ولدي توت لي فولونتي اللي باش يصير وباش يجي نهار التاريخ هو اللي باش يفرض نفسه ويفرض ليدات الكل. خالد الستوري على شنو اليوم؟
ونسمع قبل الستوري اذا نسمع قبل ما جوست مش نجيب بنجيب معناها هنا من العباد اللي خرج على 14 جانفي ما قال لي حتى حد اخرج وقت اللي تقول انقلبوا 14 جانفي تظلم في برشا عباد ستوري على سيمبسونز سيمبسونز عطيه كعبة سيمبسونز يا سيدك بتسيدك اليوم باش نحكيو على ان فينومين غريب مرة أخرى في علاقة بالأكتواليتي نحكي على الحرب الروسية الأوكرانية أما اليوم باش ناخذوها من زاوية أخرى أيامات التالي وحتى مع تواجد مئات آلاف جنود الروس على الحدود الأوكرانية برشا منك كنا نقولوا بوتين يخوف فيهم برا وما هوش باش يعملها وقلة قليلة جدا اتوقعوا أن يتم فعلا الدخول في عمليات عسكرية هذا أيامات قبل الحرب فما بالك باللي توقع الحرب هذه 24 سنة التالي 24 سنة مش 24 ساعة لي سيمبسون لي سيمبسون سلسلة تلفزية كرتونية للكبار تبث على قناة فوكس منذ 17 ديسمبر 1989 وتعرفت بمناقشتها الكل ما يجري من أحداث سياسية واقتصادية حول العالم أما الأكثر لفتاً للانتباه هو أنها اتعرفت بتكهنها لأحداث دقيقة جداً قبل سنوات من وقوعها مثلاً في حلقة بثت عام 2000 لسيمبسون يتوقعوا أن يصبح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقت اللي ما كانش عنده حتى علاقة بالسياسة وكما تعرفوا الكل التكهن باش يصبح حقيقة في 2016 عام 95 يظهر واحد من شخصيات فيدو مونجيلا يستعمل فيها كتليفون ويدخل بها على الانترنت أول سمارت ووتش مونجيلا ذكية بتشوف النور عام 2013 عام 2001 تبثت حلقة توري حرب أهلية في سوريا وجنود يرفعوا نفس العلامة متاع المعارضين اللي رفعوه بعد أكثر من 10 سنين التكهنات والتوقعات والأحداث اللي كانت كرتون ولا تحقيقة لا تحصى ولا تعد ويبقى أشهرها ظهور غلاف مجلة في واحدة من الحلقات عليه صورة برجي الورلد تريد سنتر في نيويورك وبحذاهم رقم 9 الشيء اللي خلينا نقراوها 11 سبتمبر الحلقة تبثت عام 1997 ونعرفوا مليح شنو صار للزوز أبراج في 11 سبتمبر 2001 الأيامات الأخرانية لسيمبسون رجعوا عملوا بوليميك لأنهم كما قلنا في البداية تكهنوا بما قاعد يصير توا في أوكرانيا والصراع الروسي الأمريكي خاصة في حلقة عادات عام 1998 اجتماع في الأمم المتحدة النقاش يحتد فيه ما بين ممثل أمريكا وممثل روسيا وهذا الأخير ينزل على بوتون تحول البلاك اللي قدمه من روسيا إلى الاتحاد السوفيتي ونشوفوا بعدها تحركات للجيوش الروسية على حدود أوروبا نشوفوا حتى انتشار للدبابات ونشوفوا حتى جثمان لينين يرجع يفيق ويعلن الحرب على الرأسمالية لليوم حتى حد ما لقى تفسير لتكهنات السيمبسونز فما شكون يقول دراية وتحاليل الكتاب وعلى رأسهم مات جرونينج وفما شكون حتى يقول انه نحكيه على واجهة للمتحكمين الحقيقيين في العالم واللي خطوا على امتداد سنوات شيء اللي خلي الكتاب يعرفوا شنو باش يصير قبل حدوث انتوكا السيمبسونز يبقى لغز محير وصل البعض حتى ان يقترحوا ادراجه ضمن قائمة عجائب الدنيا السيمبسونز اليوم يقولوا انه اللي صاير بشوفه بحرب شاملة وإعادة تقسيم ألمانيا تصدق تكهناتهم ولا لا المستقبل يجاوبنا هو ديما في الفيكسيون كل ديما تصير هذي أغزر أنا نعطيك تفسير علمي هو مثلا عندك في كل حلقة خمسة ولا ستة مواقف اون ديزين دو سيكونس في في سيزون كامل نقولوا فما 200 ولا 300 موقف يسوفي يخطف واحد تولي السيري كولت وتولي فما اون بروجيكسيون حاجه معلومه مات جرونينغ يصحح يسيني في الد في الـ في الديساني مي نتاعو دون فاسون ذكيه وتراتو صححته من غير ما تفيق بها هي الام نتاع شعر نتاع شعر اومير سي ام الشعرتين عنده والوذن نتاعو جي دونك عندك مات جرونينغ لو سول في العالم اللي عنده سينياتور في الديساني مي تتعدى في دخلنا في تفاصيل هذايا العشق اللي يسمع حط تصويره اللي يسمع حط فينا حطوا تصويره فرجوا في سيمبسون اومير سيمبسون تتراو ام جي هذيك تصحح بتاع مات جرونينغ لكن توا باش نمشيو مع ال ال او ال الفا في في الميتيو في اخبار من بعد مع العروستنا كما كل يوم من الاثنين للجمعة 9:30 الصباح 9 درجين على موجات EFM مازلنا معكم في فايقين في الماتينال متاع EFM اللي ترافقكم كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 متاع الصباح لل 9:30 معكم فايقين طبعا مراد مش فايقين
مراد مقايل اسمع اللي يخرج ياك يا ولدي باهي. نحن في سياسه تشجيعنا الشان الثقافي واحوجنا للثقافه في الاوقات الصعيبه والاوقات ولو انه بون نحن قاعدين نعيشوا في تحورات هكا تحولات حبيت نحكي على التحوير ومتاع تحولات معناها عميقه مش كان في تونس. اليوم باش نحكيوا على عرض كوميديا غنائيه كوميدي ميوزيكال اسمه اليس ماهيش في بلد العجائب هي في تونس ديجا من كي تقول اليس في تونس بطبيعتها في بلد العجائب. نحن سعداء باستقبال معناها باش نحكيوا على العرض هذايا نحن سعداء باستقبال حسين بن عبد الكريم منتج العرض. صباح الفل. صباح النور. والصادق الترابلسي ممثل. صباح النور. صباح النور. مرحبا بكم ديجا. عايش. كان تحكيوا لنا على العرض تبدا انت السيد المنتج. المنتج قبل. زميلي. اليس لا كوميدي ميوزيكال الكوميديا الموسيقيه والغنائيه هي انتاج مشترك شركه بدع الانتاج ومدينه الثقافه تياتر دولوبيرا. تياتر دولوبيرا. هي أليس كما قلت أنت في تونس. أليس تونسناها بغنياتها بحكاياتها دورها وصادق معايا هو حارس البيبان حارس باب سويقة وباب الفلة وباب سعدون مش في دور الأرنب. لا في دور الأرنب هذاك ما جبتوش خاطري بالبزة مش تعصبها مع نصف النير هذاك متاع العشية يجيبوه. هذه من 2019 فكرة من الأول أنا وسامة المهيدي اللي هو لحن الموسيقى ولحن يعني هو اللي حلم بها وتصورها وكتب دير معناها لي بارتيسيون تاع 16 مورسو ومن بعد قلنا أي باش نمسرحوها وهون يجينا الحسام الساحلي اللي هو مخرج العمل وتلمينا وحكينا وتوجهنا تياتر دولوبيرا مدينة الثقافة خاطر ما نجموا نعملوا كان في كادر كي من هذاك كادر كبير وكادر مزيان اللي هما يعطيهم الصحة معناها من أول ما دينا الفكرة وقتها كان أول المدير نتاعها يوسف لاشخم ومن بعد جات منيا مسعدي ومن بعد معناها البروجي سي تامبوزي قعدتوا تحضروا فيه قعدنا من 2019 بديت الفكرة وبديت الخدمة الباباسري معنا الإدارية الدوسيات والمطالب والفركس الفلوس وفركس الدعم الإبداع الإداري الإبداع الإداري العذاب الإداري العذاب الإبداع ومن بعد ريالمون بدينا من ديسمبر 2020 هكي معناها سبتمبر 2020 بدينا في سورسين حتى كش مارس 2021 عملنا العرض الأولاني اللي هو سي ان سوكسي باعتبار كونه سي لا بروميير كوميدي ميوزيكال في السونس هذا يعني لو فري سونس دو تيرم يعني القواعد نتاعها القواعد الصحيحه معناها اللي تمشي تعرضها في اي بقعه سي دون تجاوب على دي نورم انترناسيونال معناها فيها الاوركست سيمفونيك 60 واحد يعزف لايف فيها السيرك فيها الرقص فيها التمثيل فيها الغناء لايف كل شيء وكله لايف وكله في كل الواو والبهرج و3 دي وفي الفانتازيا وكل شيء وفي الكوتي ها وكل ارتستيك خنشوفوا صادق يحكي لنا عليه. انت صادق غنيت ولا ما غنيت؟ انا شانتور اكتور. صغار هذه طرقة أول مرة نطلع في حياتي مع الأوركستر كيف محمد جبيل أول مرة يغني غنى مع الأوركستر سيمفونيك ما بعد شيء مبتش بالعروسات كي لعبتك لعربون لصح لوطية لحنة نلقى روحي أول مرة في استوديو مع 70 عازف في 67 ما يفد الكوش كلها تكحر وتخضر بارتيسيون لا هما عنا نحن تحية الأوركستر نتاعنا معناها عنا اون تراديسيون قديمة ياسر في السيمفوني في تونس. شنو يطلب كوميدي ميوزيكال جونغ مش مستنسين به وأنا شخصيا معناها كانت لي برشا محاولات مع برشا فنانين والبروجي بالحق ثقيل يتكلف برشا يتكلف وان بلوس الانتاج نتاعو معناها كومبليكي بور تروفي ممثلين الغناء الحضور الركحي الرقص سي توت هو شامل الميلانج بين الحاجات هذوما كيفاش باش تعمل خلطه تكون ارتستيكمون راقيه وسامباتيك زاده ما تكونش رزينه خاصه اليس تونسيه اليوم نحكيو على
لي بيرسوناج الكل التوانسه، حاجه لازمها تكون خفيفه توصل للصغار للعائله، معناها تنجم تفيد تفرج فيها عائله الكل، مش كان صغير كهوي نجم يفهمها. ميم بيرسوناج نتاعي الصغار تشوفها حاجه وحتى الكبار حاجه. حارس البيبان اللي ياخو في الفلوس من عند اليس ومن عند لابان، وهي 10 وهي 20 افرح بي افرح بي قبل ما تتعدى بطريقه اخرى، بطريقه راقيه، بطريقه مزيانه، ويغني زادا لايف في مع الاوركستر. هو الببليك جينيرالمون انت كبارون معناها ترقى اليس تمشي للعالم لو فانتاستيك لا فانتازي نعرفوا اليس او بي دي ميرفي، صاروا برشا دي ادابتاسيون في السينما في 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 المسارح العالم اجمع. اسكو سو تشالنج هذا تونست العمل؟ شنو هو لي زانغريديون اللي خلاكم تونسوا العمل؟ لي زانغريديون هو ساعه اولا مشينا من واقع نتاعنا، يعني عندنا اللي هو اليس خلينا كيفاش نقول فيل كوندكتور، فيل كوندكتور معناها نتاع هذيك اليس. مي تجي للمرسوات وتجي تلقاها تونسيه، معناها نبداو من حارس البيبان اللي هو معناها حارس باب سويقه وحارس باب بنات باب سعدون باب سعدون باب شيخو، معناها باش تدخل اليس ولا لابان باش ياخذ 10000 نتاعو معناها ويخليها تتعدى لين معناها للارنوب لهذا كل معناها تونسناها بواقعنا التونسي. وهوني زاد معناها اسامه وحسام الساحلي خدموا خدمة كبيرة، خاطر حسام زاد كتب لي بارول وكتب مش لي بارول كتب التكست اللي يتقال مش اللي يتغنى، خاطر اللي يتغنى عن عايدة نياتي لو بارلي لو بارلي فوالا اللي هو معناها في واقعنا احنا. وعلى قلتي على لي بارون انت معناها احنا فما برشا يجي يقول كان باش يجيب ولادي يتفرجوا باش نخرج نوصلهم ونخرج، يصير هو يقعد وبعد هم يحبوا يخرجوهم المهم معناها يقعدوا صغار اي معناها يتبهر و باهي. نحن نمشيو فاصل اون اتوندون تحضروا الاسئله نجيب نتفرج فيها انا ولدي خلي باش نمشيو نتفرجوا منزل مسالش هاو عندك دو انفيتاسيون مرحبا بك احرك على احرك على زوز انفيتاسيون نمشيو فاصل صغير ونرجع لكم. طرابلسي اللي هو يمثل دور الحارس واللي يفرحوا به الجماعة الكل، نذكركم اللي العرض باش يكون نهار 11 و12 مارس معناها لو فوندردي وسامدي 7 متاع العشية في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة. نشجعوا العبد الكل باش يراو خاطر كوميدي ميوزيكال راهو حاجة نادرة جدا ما راوهاش ديما خاصة تونسية. اون بليس سي كومبليكي الانتاج. كان تحبوا تسالوا كان فما جوستومون برشا محاولات، فمش برشا ما كانت فما محاولات نتاع انتاج نتاع دي كوميدي ميوزيكال. مقليد السيلي قاعد يخدم مثلا برشا على كوميدي ميوزيكال، تعمل منها عرض بركة. وين سويلي جوستومون للانتاج، هل مغامرة محسوبة العواقب انك تعمل كوميدي ميوزيكال اليوم في تونس في بلاد ما فيها حسب ما انت بيت كونفيرميتو الكلام ما فيها كاين فضاء بركه ينجم يرفع معناه انسان بو مش فضاء برك. فما ديزون في تونس العاصمه فما اللي هما بالمواصفات التقنيه سي فريمون سي لو سول اكزاكتومون معناها ما نجم في المسرح تخدمها في المسرح نجم المهرجانات الصيفيه ممكن شويه. لا هو معناها في الحقيقه احنا كي حكينا على الفكره ما حكيناش معناها حكينا على حلمه هاي نعملوا هاي سيرمو تعرف خير مني كي نتلموا هاي محلاها وهي نعملوا وبعد في التيوري في الفكره ديما تظهر في التيوري حتى معناها في الحساب نتاعها تقول انت هي بعد نعمل 8 عروض ونرجع فلوسي بعد بتلقى روحك انت في الريبيتيشن ما كنتش تفيق بها الحكايه هذه نتاع في العرض ما قبل الاول ما تفيقش بها. وقتاش تفيق بها تبدا باش توزع العمل نتاعك تفيق لي كونه مستحيل باش تحط 67 عازف سيمفوني معنيش فوز حتى الفوز في مسرح بلدي في بالي سكروه ما عادش يخدموا به معناها تلقى روحك معناها الفوز الوحيد ظهر لي في صفاقس ولا في سوسه صفاقس اما صغيره ما فيهاش حتى في سوسه فما وصغيره كيف كيف ما تلمش 67 وحتى تكنيكمون باش هو ما قاعه الاوبرا جربوا اول مره معنا احنا الفوز معناها هما بيدهم يكتشفوا في لافوزابيليتي نتاع العمل معناها لافوزابيليتي نتاع الفوس وفيها الاوركستر سيمفونيك. مي احنا الحلول موجوده من بعد معناها تلقى روحك انت من بعد معناها مثلا تسجل خاطر مهرجانات صيفيه ما تلقاش وين تحط الاوركستر سيمفونيك تولي تسجل البارتي ميوزيكال لابارتي تولي اون سيمي بلاي باك فوالا معناها لي سور هو لي بيرفورمانس تعملوا لايف لي شانتور. مي سينو مثلا كارتاج نجم نحطوا فيها الاوركستر سيمفونيك، مهرجان حمامات نجم نحطوا زيد الاوركستر سيمفونيك. اون فيت معناها
حلو في الخدمه مع حسام الساحلي وسام المهيدي يسادابت، ما هو مشكل مسكرين معناها يقول لك لا انا هاو الرؤيه نتاعي هاي السينوغرافي نتاعي، لا لا كل داير معناها في كل مهرجان عندنا السينوغرافي نتاعو، معناها كي بعثنا دوسي نتاعنا معناها فوز تبتي للسين والجيوغرافي نتاع هذا هو اون سادابت اون سادابت معناها، ونبعث داير معناها بالادابتاسيون نتاعنا كي نبعث الدوسي كارتاج ونبعث الدوسي حمات بالركح نتاع المهرجان هذاك، هاو كيفاش نجمو نعملو هاو كيفاش نجمو نحطو استاذ معناتها عاملين تقريبا تاع 5-6 عروض معناتها، لان 67 موسيقار مع 34 ممثل 100 هذا هو في فضاءات في تونس، ما عندناش فضاءات ترفع برشا معناتها تو باش تعملها مهرجان الحمامات ولا كارتاج وزيد مدينة الثقافة معناتها، هل ترى ريسك من هكا بتاع مصروف كبير 100 بشر معناتها في السين معناتها مصروف كبير، لا هو ما هي معناها هي مصروف مصروف فيها معناها عمل باش وصلنا للكاليتي هذيك، خاطر معناها ما عادش تولي تحكي على مصروف، تحب تحكي على منتوج بحالنا، خلي يسمعوك المستمعين بحالنا، خلي نمشيو نتفرجوا نحن والوليدات اعطينا علاش نمشيو نتفرجوا اول مره يا خالد نجيب يسال سؤال لا فيه كلمه استشاره لا فيه كلمه اجراءات 25 جويليه لا فيه تنكيل لا فيه تجويل اي غدو نعملوا بكري مراد قال غدو اقترح نعملوا حاجه بلوس بوزيتيف، شوفوا لي اخبار ايجابيه غدو اوكي انت اخبار الكل ايجابيه شو تبارك الله موسيقى شو ريت ريت محليه حي الفجول 2019 برافو خال 2019 امتى تعمل ميرسي ميرسي بوكو على حضوركم، نعاود نذكر العروض، فما عرض نهار الجمعه 11 مارس 7 نتاع العشيه و12 مارس نهار السبت 7 نتاع العشيه في مسرح الاوبرا في مدينه الثقافه، العرض اسمه اليس سي اون كوميدي ميوزيكال معناها كوميديا غنائيه موسيقيه. ميرسي سي حسن بن عبد الكريم اللي هو منتج العرض والصادق الطرابلسي ممثل تعيشك مش نفرحوا بيك توا قبل ما تخرج انت تفرح بينا ماشي حويجه ماشي حويجه باش تصيبوك ماشي لك شويه من الاغنيه تحب هاي اعطينا ترا 10 سكوند اكابيلا اكابيلا بون مش مستانس ديما بالمسارح الكبرى مي بون نحاول توا باش نغني انا اللي ركزت البيبان وانا اللي ركزت السيسان بخور وجاوي فاح معطق انا روايح انا الوان انا اللي هزيت احمل وحدي من غير بطيون وركزت الحجره على الحجره وبنيت انا باب سعدون وانا اللي سكرت بابه باش ما يفيض علينا عتابه والموجه تولي شقلابه باب بحر تسمع جوان برافو ريتا صوت صوت بيه صوت شجي ميرسي كنتوا معنا في فيقين موعدنا غدو يتجدد 7 تاع الصباح ادما باي باي يا قصص عم تكتب اسامينا عزم